يوما سنويا ذو بعد عالمي لنظافة الأيدي، قصد زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بالأهمية الواجب إيلاؤها للنظافة بصفة عامة ونظافة الأيدي بصفة خاصة. وعليه تحتفل الجزائر بهذا اليوم العالمي الذي ينظم في الخامس من شهر مايو من كل عام تحت شعار وطني 2021، غسل الأيدي سلوك بسيط ينقذ الأرواح، سلافي لي مان ان جيست سامبل كي سوف دي في. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر للمنظمة العالمية للصحة على دعمها ومساهمتها القيمة، كما أتقدم أيضا بالشكر لأعضاء لجنة الخبراء المكلفة بالوقاية ومكافحة العدوى المرتبطة بالعلاج على نوعية الأعمال المنجزة، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة وبإعداد الإطار المرجعي الأول الخاص بالتوجيهات الوطنية حول نظافة المحيط في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا الإطار المرجعي الثاني المتعلق بالتوجيهات المتضمنة الوقاية من العدوى المرتبطة بأفعال العلاج الذي هو الآن في طور التحرير. لا تزال نظافة الأيدي من التدابير الوقائية البسيطة التي لا يجب إهمالها في مواجهة انتشار بعض مسببات الأمراض التي تنتقل عبر الأيدي، لا سيما خلال هذه الفترة الخاصة والمرتبطة بجائحة كوفيد-19.